بصح اخويا دايشا ميرسي دايش راحي نكملنا سي بون نروحو مساء الخير اختي بس انا كاين شي سينما سينما تاك سينما تاك جايه ما بالكش خلاص اوكي دوك تعرف لا غون بوست نعم هذه هاي هنايا قباله كمل قباله نعم تعرف لا بلاصه تاع ليمير العود اه بيان سور نعرفو زيد كمل قباله واحد 100 متر هكاك على يدك اليمنى ا دووات ا دووات فوالا تلقاها تما غير تو دروا تو دووات دووا من بعد كي تلحق ليمير عبد القادر 100 متر ا دووات ميرسي بوكو يعطيك الصحه خويا يعيشك على خير خويا الله يعاونك ما في سينما تاك اسمي كونسيرنون السجن تاعك لقيتك باش تبريباريه ولا ولا مازال ما لقيتش المرسم تاع هاد السمانه ايه لا اسنى مالي تعيط دقيقه الو صباح الخير امل واش راكي صافا كي مليحه الحمد لله وين راكي الحمد لله راني مع وليد في الميلك باغ اه كي مع وليد هيا تري بيان شوفي هيدا كملي خدمتها قولي لها تجي تشرب معنا قهوه في الميلك باغ شوفي اسمعي انا لقيت لو بروميير سوجي تاع المرسم لا سينيماتيك اه تري بيان تري بيان اروحي اروحي باش نهضروا عليه خلاص شوفي في طريقي ندير شويه لي سونور ونلحق بكم هيا داكور اوكي صح واش تعرفي على لا سينيماتيك دالجي Cinémathèque d'Alger. Bon, pour en vrai, j'ai aucune idée pour ça. Mais je pense que Anda a une relation mal à cinéma. Je pense que c'est ça. À part ça, aucune idée. Cinémathèque d'Alger. Oui, je connais que la cinémathèque est le film des anciens films, noir et blanc. Donc on a vu à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, كنا نروحو مي دوكا دوكا غنفوقو كلشي السينما تيكون جينا لا خلاص سي تيرميني يا بلي دو بيرسون سانتيريس يا كل كونسيرني كي سانتيريس لي بروديكتور لي ساكتور هذا ما كان المتحف الوطني للسينما شخصيا لا اعرف عنه شيء فوز ايماجيني شحال من واحد ما يعرفش لا سينما تاعك سي غراف وي مي جوستومون هذا هو الرول نتاعنا باش نبريباريو المرسم الجاي لا سينما تاك برك لازم لنا ندبروا ثلاث شخصيات كل واحد فيهم عنده علاقه مباشره مع السينيماتيك يحكي لنا حكايته معاها انا سي بون لقيت ما انا لقيت شوف انت لا سينيماتيك الجيريان او متحف السينما الجزائريه هذه المؤسسة اللي تأسست سنة 1965 والتي عانت ومنذ أيامها الأولى بعرض أهم الأفلام العالمية واستقبال سينمائيين عالميين على غرار كوستا غافراز وجون ميشيل أرنول الذي كان صديقاً للجزائر وعمل مبرمج في متحف السينما الجزائرية عند تأسيسه ما خول هذا الصرح احتلال مركز مهم بين المتاحف السينمائية الإفريقية والعالمية وكان المرجع الكبير لتكوين تقاليد سينمائية عند الجزائريين بعد التحضير للقاءات الجاية صحفيين الثلاثة راهم في طريقهم كل واحد عن الشخصية اللي راح يحاورها والذاكرة اللي راح يحاول يعرف منها كل ما عنده علاقة بلا سينيماتيك بما أن السينيماتيك أو متحف السينما تعتبر دار الشخصية الأولى فوليد هو اللي راح يكون ضيف عند السيد أحمد بجاوي أحمد بجاوي أحد أهم رجالات عرابي السينما الجزائرية منذ ستينات القرن الماضي حيث نقد وأخرج وأنتج العديد من الأفلام وألف كتباً وقدم حصص تلفزيونية متخصصة في السينما ساهمت في ترسيخ هذه الثقافة لدى المجتمع الجزائري وأوقعت الجمهور الجزائري العريض في عشق الفن السابع كانوا الناس يضاربوا مش يدخلوا السينما اليوم تقولي ترغبهم مش يدخلوا أستاذ بجاوي كي نتلاقوا بيك أول مرة السؤال اللي يتبادر لذهن المحاور نتاعك يقول لك وشنو هو سر لجوناس نتاعك تقدمت في العمر وما زالك توجور جون حسوا فيك لسبري جون ممكن علاقتي مع الشباب لأن أنا مدرس أستاذ جامعي منذ 50 سنة وأنا أدرس تقريباً فكل مرة كل سنة عندي جيل جديد في مكان آخر وفي ساحة أودان بالجزائر العاصمة فايزة تصل عند ذاكرة أخرى عن متحف السينما وهي السيدة خضرة بودهان
شراكي سافا سافا يا توا كومون باتشي سافا الحمد لله مرحبا بكم تفضلي اولا سي جونتي الله يسلمك يادوغ لي غوز هاد السيدة اللي بعد الترحيب والتعبير عن حبها للورود أكدت على أنها ترفض أن تنادى بأي لقب من الألقاب فقط خضرة من فضلك قولي لي خضرة داك خضرة خضرة بودهان امرأة قضت أكثر من ثلث قرن في متحف السينما الجزائرية وشغلت مناصب متعددة وهي كيسيير بلاسوز ومسؤولة قاعة هذا التاريخ ما منحاش أموال كثيرة لكنه منح الكثير من الحب من كل رواد القاعة والكثير من الذكريات والشهادات واللقاءات اللي تمثل كل الفخر اليوم الخضرة وهذا سي جان كلود بريالي كي ناتيف دو سور الغزلان سي موا كي لا روسي باسكو جي بري لا روتريت مي بصح لو ديريكتور قال لي فو ريستي بور لو ريسيفوار اي ليتي تري كونتان دايور شتي لو جيست تاعو خضرة اللي ما زالها تعيش هانية في بيت بسيط ولكن بطلة ذات أفق واسع خدا 40 سنة وانتي تخدمي في السينيماتيك 40 سنة بديتي اوتون كو كيسيير ومن بعد بلاسوز ومن بعد ريسبونسابل دو لا سال 40 سنة غير السن اللي يهدرها واش خلاك تختاري هذا المكان وتقعدي فيه كل هذه المدة انا دابور باش قبل ما نبدا في السينيماتيك كنت فاندورز في المونوبري ريون دونفون مونوبري تاع لا العربي بن مهدي كي شفت لاناس في الجرنال يحوسوا على الخدامين باش يمبوشيهم في صال السينما عجبني الحال خاطر انا كنت صغيره كنت نشوف الافلام في المسيد تاع بيستر كايتون تاع تشارلي تشابلين تاع يجيبوا لي زاباراي سوبر فيت هذوك يجيبوهم من المسيد يجوزوا لنا في المسيد وكي سمعت بلي حبوا يدخلوا لنا شي رحت نحاول سقسيت على ريسبونسابل رحت ل 90 دي دوش مراد نصيب السيد مرسالي عبد الغني اللي حتى واحد ما هضر عليه هو اللي كان يعني البرومييه parmi d'autres qui ont commencé à travailler sur la nationalisation des salles هو كي سابل مرسالي عبد الغني ancien condamné à mort مجاهد تما بديت كيسيير et ce qui m'a laissé pendant 40 ans c'est l'ambiance de la cinémathèque c'est la salle mythique de l'Afrique du Nord إلى مكان آخر الآن وبالضبط في ميل كبار بساحة الأمير عبد القادر أمال على موعد مع منال جوجام الممثلة الشابة اللي عندها علاقة جد خاصة مع مؤسسة متحف السينما الجزائرية أو لا سينيماتيك. الحمد لله. merci beaucoup. سمعت بيا؟ الحمد لله. منال جوجام خريجة البيولوجيا كانت منذ سن 16 سنة تأتي بمفردها في الحافلة إلى محطة تافورة حيث تنتظر بعدها في ميل كبار إلى غاية بداية الفيلم. ثم تذهب إلى القاعة بالريفلكس تقرأ كل برنامج الأيام القادمة وتدخل إلى القاعة اللي كانت غالباً ما تلقى روحها الشابة الوحيدة هناك منال une fille de 16 ans à l'époque où tu dis وحدك في البوس حتى لا سينيماتيك donc tu fais حتى لا سينيماتيك pour assister à des projections des films classiques où tu من داك تلقاي روحك وحدك على بالي من داك تلقاي روحك مع عباد كبار عليك انا ماذا بيا نعرف شنو هو الدافع ولا كيفاش تا فريمون انسيتي ا فريكونتي لا سينيماتيك alors premièrement il faut savoir que كنا زدت في التسعينات زدت في لا سينيما نوار etc et donc عشت في الجزائر dans une époque où il y avait absolument rien dans le secteur culturel donc de voir une salle de cinéma اللي ما غلقتش alors que كامل غلقوا ولا كي تي مال فريكونتي اللي كانوا فيها merci يعطيك الصحه Les canaux faire des films des films anciens, des films auxquels on peut pas accéder par exemple télévision parce que c'est même qu'on télévision DVD etc. Oui, on peut nous voir sur grand écran en salle de cinéma en 35 mm bobina etc. Donc du coup, c'était assez intéressant pour moi. Anna, ça m'émerveillait. C'est un monde qui t'a fasciné à la balle. Ça m'avait toujours fasciné depuis que j'étais petite et le fait que voilà, il y a des salles les محلولة les قعدت محلولة كيما لا سينيماتيك etc où كاين des gens des cinéphiles ou des cinéastes les rohola. Anna, pour moi, c'était
tout bonnement magnifique, tout bonnement génial. On a une anecdote à la belle Ibéra. On a juste à côté, avant de voir un film, les amis étaient là qui rigolaient. On devait savoir pourquoi ils rigolaient. Exactement, on a toujours rencontré à l'époque, à la fac, etc. On a rencontré Zben Flikwik, entre étudiants et tout. On mangeait là-bas, on a dit « bon, on va aller à la cinémathèque » parce que je savais que personne n'allait m'accompagner. C'est pas vraiment de leur époque, c'est normal. Et on a dit « bien » parce qu'on a dit « on a un décalage ». On dit « dans 50 ans, on va voir les films, donc c'est comme ça, etc. » Alors que c'est finalement, c'est non, tu n'as pas un décalage. Pas du tout. En fait, je vois, je consomme tout ce qui est consommable. Je vois tout ce qui est regardable. Ça, j'ai un penchant vers une époque, l'image tache. Il y a l'époque, il y a un peu de la niaiserie, où il y avait un jeu qui était assez clair, où il y avait un peu aussi un traitement assez manichéen, tu as les scénarios, etc. Où il n'y avait pas vraiment de réalisme, les films dans les années 50, il faut le dire, mais beaucoup plus une version romancée. Et c'est cette romance qui nous faisait rêver. C'est ce qui nous a fait dans les films. Quand on dit Ahmed Bjaoui, on dit Cinémathèque. Quand on dit Cinémathèque, on dit Ahmed Bjaoui. شو العلاقة اللي تربطك مع سهل أن أنا كي كملت الدروس نتاعي كملتها في 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 المعهد العالي في باريس للسينما كملت الدروس نتاعي من قبل كنت عملت دروس يعني جامعية في وهران وفي الجزائر العاصمة لتحضير المسابقة لأن كانت هذا المعهد كان بالمسابقة كي رجعت في 66 أنا كملت في جوان 66 قبل نهاية الشهر هذا كنت ديجا كنت مرسم هنا في السينماتيك كان سي مساوي محي الدين مساوي اللي كان يترأس الخالية خالية الصوت والصورة في الحكومة المؤقتة في تونس كان هو اللي كان تعين كأول مدير عام للسينما الجزائرية سيانسيا وكانت السينماتيك قسم من هذا المركز فقال لي احنا نحتاجوك انا كنت حاب نعمل افلام قال لي نحتاجوك لان عندنا اجانب راهم ثم في السينماتيك اصدقاء ولكن حبينا ندخلوك باش شويه توالف وتاخذ المبادره يعني تداول شويه فدخلت للسينماتيك وتعلمت الكثير في السينماتيك طبعا كنت شاب انا تعلمت دخلت كنت متواضع طالب العلم كنت سمحت لي سينماتيك باش نشوف الافلام ونعاود ننظر اليها بالعشرات من المرات كانت عندنا خمسه سته عروض في النهار كانت سينماتيك ذاك الوقت كانت مصدره صح كانت تلمح صح عالميا على مش المستوى الوطني فقط على الساحه العالميه ف لما واحد يشوف فيلم اللي فيلم كبير كما باب الحديد ولا نقولوا كما بعد ما نذكرش كل الافلام الاساسيه اللي بالنسبه لي موجوده في القائمه نتاعي تاع 100 الافلام الاحسن في العالم تشوفها 30 مره مدرسه جامعه اللي ما تتعودش هذه السينماتيك عطتني هذيك الفرصه وكنت موجود في السينماتيك كنت نقوم بالجانب الاتصالي كنت نكتب في المجاهد ونغطي النشاطات تاع النشاط تاع السينماتيك وذاك الوقت كنت في السينماتيك ونكتب في المجاهد تحت اسم اللي مش اسمي الحقيقي ام سودو اللي كان رضا كوسيم ولينا نغطي ونسدوا الفراغ اللي كان موجود باش لان كل جزائري اللي كان عنده شويه حاجه اللي يعطيها كان لازم يمدها 65 نقد للسينماتيك قعدت ما نخدم كيسيير حتى ل 69 اونتر تان عطاونا لا سال لو فرونسي كي الوارسوني سبرك كان عندنا دو سال سينيماتيك تاع لا روي بن مهدي وتاع لا روي خليفه بو خلفه انا وليت لهنا لا روي خليفه بو خلفه اون 69 لا ميري نحات لنا لا سال هذيك قعدت غير تاع لا روي بن مهدي رحنا لبن عكن اوفا ماشي لبن عكن لا روي كولبير اون ايتي فاكتوريير سور ماشين On a fait les factures, c'est des documents, je ne sais même pas où ils sont partis, parce que c'est un trésor de toutes les salles en Algérie,
نديروا لو كونط تاع لا جورني تاع لا سيونس تاع لا سيمين تاع تو لي 15 جور اي لاني اي لو مو دونك هادو كاع خدمناهم اون 3 زون اون ايتي 3 ايكيب فيزي 3 فوا 8 ومن تما كي حلت باسكو لا سال اوسي لو كلوب ايتي فيرمي بور لي ترافو بور لو فيستيفال بان افريكان 69 حلوها بوندون 15 جور بور لو فيستيفال بعد عاودوا غلقوها قعدنا احنا تما حتى 71 قعدنا في بن عكنون 71 عاودوا حلوا لاصال عاود عيط لي الديريكتور مسي احمد الحسين هو اول مؤسس للسينما هو اول مؤسس للمتحف السينما الجزائري سينماتيك الجزائري وي في لا سينماتيك كي عاودتي وليت كيسيغ وليت لا بلاص تاعي كيسيغ ومن بعد بون كوم جافي بوزوان دارجون اون ايتي مال بيي سيتي 400 دينار لو موا حكمت احمد حسين قلت له سيدي راك قلت له لي زوفغار اللي خلصوا كيما انايا بلوس لي بوربواغ على ما تخلينيش نخدم انا فوراز قال لي نو جي في انترفونيغ دي جون باش قبل باش ولات قال لي كونديسيون تخدمي لو جور تاع تاعك كيسيغ تخدمي كيسيغ ou le jour où tu te reposes, tu te débrouilles. Khdemti les deux en même temps. Nkhdem les deux en même temps. Un jour ouvreuse et un jour caissière. Hadak el waqt kima qolti kon kant el Jazair ghir kima kharjt men el Chilia Saouda, on va parler des années 2000. Une jeune femme li tروح توجه لقاعات العرض قاعات السينما في رايك كيفاش كانت نظره المجتمع للمراه كي سانتيغيس لهاد لو دومين؟ سواء المرأة الممثلة ولا المرأة اللي تحب هذا المجال. contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'était pas vraiment mal vu. ماشي كيما par exemple المرأة اللي كانت توجه للفن السابع في الستينات ولا السبعينات ولا نقولوا الثمانينات. mais c'était quand même bizarre, c'était pas normal. خاطر à l'époque à l'époque, c'est surtout début des années 2000 où le mouchtema al-jazaïri cherchait, exactement, il cherchait surtout à se reconstruire. Quand il sort d'une décennie, il fait al-qtila, mais fait walou surtout. Il se concentrait sur l'essentiel. C'est normal que Malach il va pas se permettre le luxe, surtout pas la femme, d'aller à une salle de cinéma, ou la torture des concerts, ou là. Les vieilles générations, qu'elles ne chouffent comme une sorte d'espoir, une petite lueur d'espoir. Ah, notre génération n'a pas été perdue par des années de violence. Smhili, on a tout d'abord, je rends hommage aux premières femmes algériennes qui ont travaillé ouvreuses, que ce soit au théâtre ou là dans des salles de cinéma. Parce que c'était des femmes qui ont commencé, c'est un défi qu'ils ont lancé aux hommes à l'époque. Hatta le mara li tkhdem fi le place fi cinéma ou la fi le théâtre ou la بصح à l'époque c'était des femmes quand même qui avaient de la classe. Ils avaient un costume un tailleur avec des chaussures talon, il faut être classique à l'extrême. Alors qui te collait une placeuse, enfin une ouvreuse, qui pendant le festival panafricain, le panier était à la les Esquimaux, avec des cigares, et bon, me dit à l'époque, en Afrique, tu as dit que tu as des cigares, c'est quelque chose. Oui. Hein? Parce que. انا كي نشوف حباباتي هذوك مراحو كذا اللي راح ترات اللي ماتت واللي رحلت واللي كومام ايزون دوني ان فيزاج دو لا فام كومباتونت. وانت يا خضره كيف كنتي تتعاملي مع نظره المجتمع؟ انا كنت شويه يعني كنت جافي با ما لونغ دون ما بوش اولا. واش كانوا يقولوا لك؟ كانوا بزاف يقول لك المرأة كانوا يسبوني في الصالة كي نبلاصي الغاشي كانوا يطيحوا بيا يسبوني مديز دي كروسيارتي بالعقل مي جي ريزيستي جي ريزيستي غوزمون حنايا ليبوك انا في لابوليس افيك نو وفي ميزك تبدلت النظرة
الان ولا قعدت نفسها لا ميم فيزيون تاع لي زاني 2000 دوكا سي توتالمون ديفيرون دوكا كيما باغ اكزومبل كاين لي سال كيما كوسموس كيما ابن خلدون ولا ابن زيدون لا ميديرو لي ديرني فيلم دو سينما دوكا باغ اكزومبل بور فوار لي ديرني بلوكبوستر كاين دي ليست داتونت كي سون انترمينابل كاين ان ديناميزم تنت فيا لي ريزو سوسيو انايا باغ اكزومبل بور فوار جوست ان بوتي بلوكبوستر سي ميم با ان غران فيلم دو سينما شفت اون كو انكرويابل دو جون لي روحو يشوفو دي فيلم دو سينما سي امبورطون اي سا تري بيان سي اكسيلون مي حنا واش رايك دركا نروحو نولو للمرسم ديالنا نولو اون با دير ديزون ان اريير مي نروحو للسينيماتيك وتما نواصلو الحوار ديالنا واش رايك نالونز سيدتي سادتي مساء الخير ندعوكم في هذه السهرة إلى متابعة حصة نخصصها لإحدى رواد الفن السينمائي في هذا القرن وهذا المخرج اسمه إنغمار بيرغمان. أستاذ بجاوي رجع لي بالذاكرة إلى الوراء وحدثني على تجربة عظيمة قمت بها نقلت سينيماتيك القاعة نقلتها إلى التلفزيون عبر برنامج صحيح. تيلي سيني كلوب حدثني عن التجربة العظيمة مهمة جدا لأنك المدير المجاهد سيبو الغدا تسمى في الإذاعة قال لي تجي دير لي حصة في الإذاعة درت حصة مع محمد سليم رياض منبر السينما كنا نقدموا البرامج تاع الأفلام اللي كانت تخرج في 30 قاعة في الجزائر يا حصرا يا ريت وثاني نهار مسيور الزوق سمعني في الإذاعة قال لي حبينا نواسيو حصة في التلفزيونية على السينما كان عندهم حصة كانت ملكة طويلة تنشطها وما حبش تواصل عيطوا لي قالوا لي راح دير لنا حصة في 69 وصحيح يعني أنا بالنسبة لي الشيء اللي فرحني هو أن السينماتيك النشاط اللي كنت نقوم به في السينماتيك لأن من ابتداء من 69 وليت أنا مسؤول راحوا الأوروبيين لحد 72 ثلاث سنين نشط هذا السينماتيك وكنت نقوم بالبرمجه مباشره الشيء اللي تعلمته وليت نمدو ومن بعد تحولت للتلفزيون ولا التلفزيون عباره عن سينماتيك وطنيه عامه وعموميه صافودير باللي كانوا الملايين من الجزائريين قدرت توصل للسينماتيك الابعد انسان على العاصمه صحيح ان كان واحد في الغواط ولا في 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 عين صفراء ولا في 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 ام البواقي يتبع السينما وتحكي له على شكوك وتحكي له على ايليا كازان وكانهم بناوا ثقافه سينمائيه ولات سينماتيك على مستوى الوطني انا يعجبني الحال ما نقوله بان كانت السينماتيك في التلفزيون جيمي لا سينماتيك Je me suis en grande partie cultivée à la cinémathèque. تعلمتي تما تقفت تما تعلمت تما عرفت وشنو وشنو رياليزاتور وشنو كوميديان وشنو جي ابري بوكو 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 دو شوز. اي سا سي با بو سي بوكو كيما يقول لو جورناليست حميد طاهر تاع الوطن لا فام كي غراندي دونز ان سينما. La doyenne de la cinémathèque. Oui, on m'appelle la doyenne de la cinémathèque. Hna ma houssouch alina, même pas un coup de fil. Ana jusqu'à présent, d'ailleurs, hadak l'hommage li darouha le ministère de la culture en 97, djouzouni ka marhouma. Marhouma, Seyda Boudhan Khadra. يعني تقولي كيفاه انا نط ليها قلت لها مدام انا حياني هنا Je suis vivante. Elle a dans d'aquel moment, c'est elle était mise de la culture, n'a des suffoques, n'a des suffoques. Mon autre gars, je suis suffoque. Mais bon, elle a demandé des excuses et tout. Imagine, c'est moi la femme égale. Oui, je dirais, il dit le corps. Mais on a tout donné. Moi, j'ai donné ma jeunesse. Chez les cannes, il y a une voix basse. نحضر لما يكون مخرج كبير يقدم الافلام تاعو
هذه كانت فرصة قوية. كما نيكولاري مثلا كان عندي إعجاب كبير لنيكولاري، جوزيف فونستنبرغ، جوزيف لوزيل اللي بقيت معاه الكثير، يوسف شاهين، صلاح أبو سيف اللي عرفته هنا في السينماتيك، تعرفت بناس ومن بعدين عرضتهم للتلفزيون، كلهم هادو تعدوا عندي في التلفزيون. إذا بقينا في اتصال، هذه هي يعني كنت كي يكون تكون حاجة، يكون حدث من هالنوع في التلفزيون، كنت دائما متحمس باش نجي، باش نجي ونحضر ونحكي معاهم. ومن بعد كانوا يطلبوني نروح معاهم، ناخذ طيارة معاهم، نروح الوهر، نروح النابة، نروح. أصبحت صداقات بيناتكم. Est-ce qu'il y a Mazel qui chafia le premier film les chifter hna? Ouais, le premier film les chifter hna, c'était à l'époque ils avaient mis une grande affiche. Hna ma dkhla ta cinémathèque, c'était autant on emporte le vent. Ashley. Scarlett. Mais de qui vous cachez-vous ici? Qu'avez-vous en tête? Voyons, pourquoi n'êtes-vous pas là-haut, à faire la sieste? Qu'y a-t-il, Scarlett? Un secret? Oh, Ashley! Ashley! Je vous aime! Scarlett! Ashley, je vous aime, je le jure! Déjà, ce qui m'avait attiré, c'est le côté romancé de l'histoire et tout. Bah, après, j'ai appris que c'était le film le plus cher de l'histoire du cinéma mondial, réalisé par Victor Fleming, avec Clark Gable, Vivien Leigh. C'était. Un film qui a duré 3-4 heures. Quand je suis sortie de la cinémathèque, je suis très bien avec le jour, c'était l'île. Je suis sortie dans le jour, je suis sortie dans le jour. Exactement. Donc, la qualité de tes films qui étaient dans la cinémathèque, ils étaient excellents. Ils étaient, c'était des films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Mais est-ce que tu as fait les projections qui t'ont marqué? Carrément. Par exemple, là, pour la première fois, La Fureur de Vivre. James Dean, elle est pour la première fois beaucoup de films. Déjà mon actrice préférée Audrey Hepburn, mais c'est ici que j'ai découvert Betty Davis. L'actrice, t'as par exemple All About Eve, en français c'est Eve, le film. Oui, peut-être ma culture cinématographique, j'ai construite en partie Hanaïa, la cinémathèque algérienne. Taha, parmi les films de l'Echute Homme, la séquence qui t'a vraiment marqué, ou les Minhil Al-Ha, tu as décidé d'entamer une carrière cinéma? Alors, dans chaque grand film, qui a des séquences marquantes, ou là, avec chaque grand acteur, ou là, avec chaque grand réalisateur, qui a des séquences qui nous touchent. Zahana, la séquence qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'était Shana, qui a fait 5 ans, j'étais sur Arte, un film en noir et blanc, t'as Audrey Hepburn, encore une fois. C'est un film, t'as le réalisateur. William Wyler, si je me souviens bien, s'appelle Vacances romaines, Audrey Hepburn, Anthony Perkins. Et la scène qui m'avait le plus marquée, c'était la scène quand elle était dans sa chambre, elle avait décidé de se rebeller. On voit qu'il y avait la scène où elle est dans le salon de coiffure, elle lui a dit je veux ça. Genre, on n'avait pas vraiment entendu ce qu'elle avait dit, bah, juste après, on la voit avec les cheveux courts. Off. Et aussi les scènes à la Vespa aussi. On dit que quand la femme veut changer sa vie, elle change de quoi. Elle change carrément de tête. Voilà, donc, la coiffure. C'est ce film-là qui m'avait marqué. Ça raconte l'histoire d'une princesse qui s'est rebellée. Et Anaïa, justement, ça m'avait influencée à l'époque. Anaïa, à 5 ans. À 5 ans. Je voulais devenir princesse. Bessir. Koutahbankoum Kimahia. Une princesse qui fait le tour de l'Europe. Après, je me suis rendu compte qu'elle était comédienne. Donc, et ça m'avait vraiment touchée. C'est une femme qui n'a pas la même culture que moi, qui parle pas la même langue que moi. Pourtant, c'est une femme qui m'a influencée, qui a réussi à m'influencer. Colt, Anna plus tard, peut-être que nous, les moments là, Anna, Tanit, je réussirai à influencer des petites filles de 5 ans. De 5 ans. Justement, en parlant de ça, Ida. Il y a le cinéma algérien.
اسكو ماذا بك تعاودي تولي لهذاك الجيل؟ اسكو كان كنتي تتمني لو كان عشتي في هذاك الجيل؟ في هذيك ليبوك سكي تي توشان سكي تي فريمون سيسيسان سي لي فيلم سيرت مي بلوس كو لي فيلم سي لي سبيكتاتور سي الناس كيفاش كانت كيفاش كانوا لي فيلم تاع زمان لي انفلونسي دايور jusqu'à aujourd'hui qu'il y a des répliques t'as des films les rana nstamlohom f la vie de tous les jours souk mou kihal fi lel aila kinnas exactement aila kinnas t'a Omar Gatlatou rjla donc c'était Omar Gatlatou t'a Merzak Alouache aila kinnas t'a Tribesh il y avait aussi Hassan Tirou qui c'était le film qui nous a fait marquer تاع بوشكارا ودا اكسيتيرا يا في حسن نيا تاع بندوش اي تو دونك سي بوكو بلوس لانفلونس تاع هاد لي فيلم اللي كانوا على الشعب الجزائري كي ايتي بلوس ماركونت لي بوتيت كو اليوم ما كاش كانت 400 قاعه كانت تشتغل 450 في البدايه وفي السبعينات بقات 400 قاعه تشتغل وتحتضن جمهور مثلا كما في باب الواد كانت قاعات لها 2000 مقعد دائما معمره دائما مليانه ناس يجيو كي يكون فيلم كبير يعرفوا كانوا عندهم قياد تاع الجمهور يدخل اول عرض ويقول للجماعه في الحومه فيلم هايل خلاص سوكسي الي غارونتي دونك هذوك كانوا سي دي ليدر دوبينيون قياد في الراي العام انا ذاك الوقت كنت نحكي مع الجمهور اليوم لما نقولوا هذا الشيء هذا نقول ان الجمهور تخلى على السينما هذا مش صح احنا ضيعنا الجمهور باغلاق القاعات السينمائيه خلينا الجمهور على الهامش خليناه على الهامش راهو السينما راه تبحث على جمهور لان لو ما كانش القاعات ماشي في 20 قاعه تقدر تعمر النذر يخلق النذر صح والثروه تخلق الثروه صح 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 الزياده تخلق الزياده صح اذا الواحد كيكون القاعه فيلم واحد يقول لك نروح ما اليوم راهم لي ملتي بلكس 8 من القاعات 8 افلام الاوفر راهو راه تكاثر كي تكون 8 افلام لابد واحد يعجبك ما تروحش ما واحد ولا والفول الجزائريين قالك دي ولا خلي والندره ومن هذيك دوك لازم نرجع هذيك العدد تاع الافلام تاع القاعات اليوم عندنا تقريبا 25 قاعه اللي راه تشتغل في البلاد الوقت وين وصلنا 54 قاعه في البلاد اللي كنا 9 ملايين نديروا حنا في 45 مليون شكون اللي راح يدخل لهاد السينمات هذه؟ اذا هي في الحق غياب القاعات مش غياب الجمهور. كاين بزاف اللي يقول لك نحل بزاف صالات تاع السينما انا جو بريفير كون كري اون اندستري نمولوا صناعه سينمائيه هنا في البلاد معليش سي با غراف ما نديروش كو دي فيلم دوتور نديرو دي فيلم كوميرسيو نديرو نحلوا المجال ايضا للمخرجين واحد اخرين عالميين يجوا يديروا افلام هنا انا باغ اكزومبل سا مي اور دو موا دو سافوار كو جورج لوكاس جا لهنا حب يدير ستار وورز وما قدرش Ça me met hors de moi, c'est Iñárritu, le réalisateur multi-oscarisé, qui est là, qui a fait le film de Babel, et qui n'a pas pu. Georges Lucas est allé à Tunis, Iñárritu est allé au Maroc. Voilà. Encore, c'est deux pays voisins. Ce sont deux pays voisins avec des paysages qui sont, pas, qui sont tout aussi charmants, mais qui ne sont pas aussi saisissants que Tawana, par exemple. Il y a un kinder, le Mehrajanet d'Ouelia, qui a beaucoup de mokhridjin, Chafou, l'Algérie vue du ciel, où il dit, on a voulu faire un film في بلادكم في الجزائر باسكو واش شفت في هذاك لو دوكيومونتير عجبني دونك جيمري بيان جوستمون كي يكون عندنا ان موفمون ان براساج اون اكسبوزون كولتوريل باش بروميرمون انتريسي لي سبيكتاتور لهذا الفن كي تري امبورطون باسكو هذا بي كون فا بروموفوار نوت كولتور مي اوسي كي بلوس دو فاسيليتي Parce que qui voulait, quand on va démocratiser le cinéma dans notre pays, ça va devenir beaucoup plus simple de le pratiquer.
الفترة هذيك كانت صعيبة 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 جدا. بصح وشنو احنا كان عندنا هذاك الحماس نتاع يفو باسيدي اوني لا اون اكزيست. السينما تاع كاين محلولة اللي يحب يجي مرحبا يدخلوا. احنا ما نجموش احنا نفيريفيو لي صاك لي صار شي بنادم ولينا نحوسوا الكور تاع بنادم نحوسوا خاطر قلت لك لا بروميير بومب كاع طرطقت في السينماتيك سيتي ان فوندرودي انا فور دو ماتان سيت ان نيسي. كنتي تما انتيا؟ لا لا ما كنتش تما حتى من بعد كانوا درت براق ولا شويه كحل بلافا وخلاص يافي با دو ديغا. ومن بعد ولا من هذاك ولينا نحوسوا الغاشي نفتشوهم وكانوا يدخلوا وكانوا نشوف لي جان يمشيو معاهم بعد الوحده غير خمسه الوحده غير كيكملوا يجيو يدخلوا يخلصوا التيكي تاعهم يدخلوا السينما نعرفهم ونسقسيهم نقول لهم واش راهم يعطيو لكم باش تمشيو معاهم قولوا 10,000 نديروا 3,000 تاع البيي و 8,000 تاع ساندويتش ونمشيو معاهم. كانت بيريود بزاف صعيبه. كانت صعيبه بالبزاف اون بلوس افيك سا كان واحد عنده اسوسياسيون نتاع لي فيكتيم دي لي زانفون دي فيكتيم دو تيروريزم عنده الكوراج يعني جو لو تيغ شابو جو لو رون اوماج سي بونام يروح يجيب الدراري هذوك اللي ماليهم ميتين قتلوهم الارهاب 5 سنين 6 سنين 7 سنين جا دوموندا لا سال راح المدير للبوجمع كاغاج قالوا شوف معاه خضره هي دبر راسها انا لا جورني روبو تاعي نعطيها لهم بالجمعه ما نخدمش قولوا جيبهم لي بالجمعه يقول عندي 300 يجيب لي 500 600 يقعدوا زوج ثلاثه في فوتوي ينساو الهم نتاعهم هذا يجيو يشوفوا شوفي فايزه انا عشت هذيك لا بيريود انا شفت الدراري كيفاش يضحكوا هذوك تما راحوا من عينيهم هذيك تما حسيت بروحي باللي انا مدايره حاجه اللي تساعد هذوك الولاد. ودوكا خدا نروحو نكملو الحوار تاعنا والحديث تاعنا في السينماتيك. غوتوغ سورس. وي. يا سلام. اوكي. خضر هذا هو الكيشي اللي كنتي تخدمي فيه كي كنتي كيسيار. وي. كنت نخدم فيه مي ما كانش هكذا. كيفاه كان؟ لا ديسبوزيسيون تاعو جات تجي منا من الحيط منا حتى لهيك ومن بعد كاين الباب. سيتي ان كونتوار اوفير. ومن بعد ابخي منا عاودو ردوه لتحت. Parce qu'à chaque fois, on transformait le guichet. Justement, c'est un lieu où on peut voir des films, mais c'est un lieu de rencontre, Tani. Les rencontres, Taman El Gougam, la cinémathèque. Ah, il y en avait tellement. Il y en avait tellement des rencontres. Déjà, par exemple, j'ai rencontré le patron de la cinémathèque, M. Simien, d'ailleurs, que je salue, s'il nous regarde ce soir, qui est un homme qui est très généreux. Avec mon émission de cinéma, il m'avait ouvert toutes les portes. Allez, à tout moment, tu peux voir tous les films. Ici, j'ai rencontré le grand critique de cinéma, Monsieur Bjaoui, qui a marqué beaucoup de générations, qui est Anaya maintenant, qui essaie de véhiculer le 7e art, le petit écran. Pour moi, c'est un modèle. تقريباً كاع المخرجين الجزائريين يعرفوني ونعرفهم. نجمو نقولوا لا ميم جينيراسيون. كما سليم رياض كما موسى حداد كما احمد راشدي كما راشد بوشارب كما هادو كاع كما الحاج عبد الرحمن الله يرحمه الحاج رحيم كما هادو كاع يعني تقريبا كاع نعرفهم يعرفوني كيفاش عرفتهم كل ما يجيو كما تخرجوا من المدارس تاع السينما كما عز الدين بدور الله يرحمه قراو في الروس قراو في لا بلجيك قراو في لا ويجيو داروا الافلام تاعهم ويجيو يقدموهم هنا في المتحف السينما الجزائري هكذا تعرفت بهم وكانوا ثانيك اللي قراو في لينا ديسي بكري درك يسموها لي سمارس بكري كانت لينا ديسي تاع برج الكيفان. لو فقط تحدثني على لحظات اللي اثرت فيك وانت تتفكر السينماتيك والسينما الجزائريه. والله كنا في الستينات بعد في الستينات والسبعينات كنا نتأثر طبعا ولكن كل من فرحة القمة جات مع المهرجان الإفريقي باناف مهرجان ثقافي الإفريقي
كانت القمة، لأن جاوزرونا الأغلبية الساحقة من مخرجين أفارقة والعرب كانوا موجودين معنا، العرب اللي من أفريقيا، من مصر، من تونس، من المغرب، كلهم كانوا موجودين معنا في الجزائر. كان سيم بن عثمان، كان بولين فيرا، كانوا يعني من الناس مشهورين اللي وفاتهم المانية منذ ذلك الوقت، ولكن طهر شريعة إلى آخره. فهذيك والسينماتيك قدمت عرض على كل كامل على السينما الإفريقية. جابت مختصين وسينمائيين من أمريكا، وجاءوا ناس مناضلين ثاني تاع القضية تاع العالم الثالث في أمريكا، في أمريكا الوسطى إلى آخره، في القارات. كانت لقاء يعني قيم جدا، من مستوى عالي ومؤثر جدا. فهذاك في تقريبا ثلاث أسابيع عشنا ما يسمى يصادف ممكن سنين وسنين. أنا صرا وهكذا دي زانيكدوت مع يوسف شاهين، مع يوسف شاهين يا دو زانيكدوت كو جيم بوكو دايا. كي يجي ما يجوش للكيشي يقول يعطي لي بلاصة نيميروتي، باسكو هذاك الوقت كانوا نيميروتي لي بلاص، يروح يقعد في الصالة، البلاصة اللي سبها فارغة تعجبو يقعد فيها. كي يجي مول البلاصة هذاك يجي يسب البلاصة تاعو اوكيبي، يقول له بلاصتي، يقول له ما ينوضش. يجي ليا يقول لي ودي داولي بلاصتي. كي نروح مع المشتري نسب يوسف شاهين، ندوس معاه، نقول له هذا تاع مشتريه، قول لي نعطيك كاين بلايص سبيسيال بوغ لي زافيتي. يقول لي صالة تاع السينما انا نقعد وين نحب. انا ضيف الجزائر. فريمون سي دي تروك اللي قعدوا لك اللي قعدوا في الذكريات تاعي. كانت سنين مؤثرة جدا، وعشنا أشياء نادرة يعني. كانت طبعا الوقت وين كان الإنتاج كان قوي، الوقت وين كان صورة الجزائر حسنة جدا، كان يقولوا هي المكة تاع السينمائيين في العالم وتاع المقاومين وتاع المناضلين في العالم. دونك كلهم اللي ما يجيش كان حسين الله يرحمه يقول لنا كاين الناس اللي يشتكيوا، يقول لك كيفاش انا ما عرضتونيش سينمائيين كبار من بلدان اوروبيه، ولكن حتى من جنوب امريكا، من اسيا. السينما تاعك كانت القلب اللي كان يدق في وسط في الصدر تاع الثقافه الجزائريه. مدام خضراء، وشنو هي اللحظة ولا المرحلة الحزينة اللي مرت عليك هنا في سينيماتيك قعدت لك راسخة في الذاكرة؟ حزينة كي انحرقت لاصال في 86، تحرقت كربونيزي كاع، ما بقى فيها والو. على 7 دو ماتا عيطوا لي قالوا لي لاصال حرقت. جيت دخلت لوسط الصالة، يافي بلان دو بومبي، يافي بلان دو فومي تو سا، عاودوا خرجوني من الصالة باسكو جيتي فريمون شوكي دو فواغ une salle complètement carbonisée à 6 heures du matin. Il y a le feu qui s'est déclaré par rapport à un court-circuit. C'est le temps de on disait que les copies ne sont pas. On est resté fermé de 86 de 88. On a ouvert la petite salle Hadik. C'est une salle avec l'appareil de projection 35. Une dernière question avant de passer à la surprise Léo Djidna Halek. Voilà, Kane, pas mal de surprises pour le Morsem. Est-ce qu'il est essentiel de se raconter? Est-ce qu'il est essentiel de se raconter? Oui. Se raconter? Oui. Oui. C'est très important de se raconter. C'est très important parce que nous avons l'époque de Tana, où nous avons fait la vie. Nous avons fait d'ici 50 ans, 100 ans, même que nous avons fait. Mais l'image restera toujours. Et en racontant notre époque, demain qu'on laisse un bagage pour les générations à venir. C'est très très important pour laisser à la nouvelle génération et à la future génération de connaître et de comprendre ce que c'est que le cinéma dans les années 60, les années 70, qui fait Chimdina ou qui fait Chachina cinéma, fait Mustéklel, l'Elm. Il est important de raconter aux autres. Le cinéma est venu à l'Esserd. C'est un récit. C'est de l'émotion. Et quand il dit
ان غران سينياس ما جاش لهنا الجزائر للاسف الله يسلم. سيتي فولر، سامويل فولر. سينمائي امريكي سقسوها في دون ان فيلم دو غودار كي سابلي بيرو لو فو. يقول له سي كوا لو سينما بور فو؟ قال له سكت هكذا. وكانوا بزاف هاد الناس هادو كيما فورد وهذوك ما يحبوش يحكيو بزاف. قالوا موشن اند ايموشن، الحركه والاحساس. بعد هذه الرحله عبر ذاكره سينيماتيك من خلال شخصياتنا الغنيه بتاريخها وعلاقتها مع هذا المرسم، وكمسك ختام السيد أحمد بجاوي عرض كل الفريق وكل الشخصيات باش نشوفوا كيف كيف فيلم نهلة. واش تمنيت هو لو كان نولو دايما نحول سالات غاشي اون فامي ولا مع حبابنا وما نقعدش وحدي في السالة نشوف دي فيلم. أستاذ، أنت اليوم دعيتنا باش نشاهدو فيلم نهلة، علاش هذا الاختيار؟ أولاً راني نضيفكم في مكان اللي يحتضن التاريخ نتاعي، لكن كاين صحاب المحل، أنا مش مرانيش مسؤول عن المحل، معليش، ولكن صحيح أن المسير ديالي مرتبط بالسينيماتيك منذ سنين وسنين طويلة. علاش الاختيار تم في على فيلم فاروق بلوفا، الفيلم الوحيد الروائي الوحيد اللي خرجوا فاروق بلوفا واللي كنت انا منتج فيه ليه. سيناريو طلع على يد رشيد بوجدرة، ومن بعد نعرف بان فيه تصحيحات واثراء لهذا السيناريو من طرف موني براح اللي كانت مزوجه معاه، كانت زوجته انا ذاك. من بعد طلقوا بعد الفيلم. الافلام مرات مرارا تجمع وتفرق. موني براح كانت ناقده، يعني اكبر ناقده جزائريه. أنا نقول أنا ممكن أنا مؤرخ، ولكن موني براح في النقد كانت في القمة، والحكاية كلها تجري في لبنان. إذن كان عندنا صعوبتين، الأولى أننا نجمع فرقة تلفزيونية، فرقة سينمائية في التلفزيون وتجهيز السينمائي والتحميض في الخارج طبعا، لأن 35 ملم كنا احنا حمضوا 16 ملم ولكن ما عندناش 35 ملم، دونك تكليف الى اخره. كان رهان وكان تحدي كبير. تخدم الوقت الانتاج كامل تاع الفيلم؟ ما طولناش، لان صورنا في لبنان وصورنا في اثناء الحرب الاهليه. الاهليه في لبنان الرصاص يضربوا وحنا نصوروا، دونك مشينا للبنان حضرنا ونشف. هذاك الوقت كان فيه توقيف الحرب الاهليه في 79، رحنا نهايه 79 رحنا للبنان، كان فيه شويه انتراف، ورحنا حضرنا فيروز تغني في الحمراء. جات للحمراء لانها هي من الضفه المسيحيه، جات للحمراء تغني باش تظهر باللي كان فيه اتفاق وممكن الطوائف بين الطوائف. للاسف الاشياء دهورت من الوقت وين جينا حضرنا والوقت وين جا الطاقم باش يصور، كان عاود الحرب رجعت، الحرب الاهليه رجعت. وبعض اللقطات اللي مصوره في نهله الناس ما يعرفوش، ما يقدروش يفرقوا ما بين الواقع والخيال. كاين لا ميزون سين وكاين اشياء اللي كان مثلا نشوفوا السايح اللي كان ممثل في الفيلم في التلفزيون الجزائري اليوم، سايح صحفي جزائري هو الربط الوحيد مع انه يروح للبنان باش يعمل ريبورتاج على الحرب الاهليه ويصطدم نشوفوه واحد المره نشوفوه يجري ويدرق روحه على الرصاص، هذاك كانت واقعي قريب راح. يعطيك الصحه استاذ بجاوي، نقدروا ناملوا في غد افضل ان شاء الله للسينما الجزائريه. لا شك، لان انا نقول لكم الشباب اللي راهم اليوم يخدموا ما عندهم حتى
حتى حاجة أقل من الجيل القديم. طبعا احنا النوستالجيا تغلب علينا، ولكن أنا نشوف بعض الأفلام والله رائعة يعني. فقط نظرة ونتمنى باش هذا الاهتمام تاع الأجانب لهذا المواهب تتكمل باهتمام ان شاء الله. كنت حابة تقولي حاجة منال؟ حنا نبداو نشوفو الفيلم دوكا. وي ما نستناوش فيزا وخضرا. داكوغ نروح نجيبهم ونجي. تخي بيان نقعدو قدام مسيو الجاوي. غادي نشوف لك هاد لكم القزره. جيت تشوفوا الفيلم. انا هاد الخضره حنا اللي نعرضوك. شكرا. انا مديت عمري لا سينماتيك وكنشوف لا غولاب، هذيك هي الفرحه تاعي. طول الكاميرا. كاميرا واحد محلة سقوط. أنا كيما سينيماتك. ما تعرف سينيماتك؟ أك من نيتك ما تعرف سينيماتك؟ أك مراطي بزاف خو، بزاف راك مراطي.